السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن مشكلة بتقابل كتير جدا من الشباب أو السيدات وبيعانوا منها كتير ومش بيقولوا لها حل. النهاردة هنتكلم على المشاكل اللي بتقابل الشعر وخصوصا مشكلة القشرة. بعض الناس بتلاقيها بتعاني من قشور أو قشرة في الشعر وبتتلاقي بعد فترة شعرها بيقع. فأنا دلوقتي عاوز أعالج المشكلة دي. مشكلة القشرة يا جماعة، وخصوصا الناس اللي هي بتستخدم كريمات كتير جدا وزيوت مش طبيعية وفيها حاجات كيميكال كتير، بتسبب تلف وضرر بالشعر بطريقة رهيبة. وكثرة استخدام الكريمات دي بتتراكم على الشعر وبتعمل زي القشور وبتسبب القشرة. النهاردة هنتكلم عن علاج للقصص دي كلها. هنتكلم عن حاجة طبيعية اسمها خل التفاح. خل التفاح ده ايه اهميته للشعر؟ خل التفاح بيعالج مشكلة القشرة لانه بيحتوي على حاجة اسمها حمض الالفا هيدروكسي، وده بيعمل زي تقشير في فروة الرأس. فلو في بواقي كريمات او قشور دي بيشيلها خالص. طيب لو عندك مشكلة نتيجة وجود مثلا فطريات او بكتيريا بتسبب هرش كتير جدا في الراس او في فروة الراس، مادة خل التفاح دي يا جماعة فيها مادة مقاومة او بتقضي على البكتيريا او الفطريات اللي بتسبب الهرش. طيب حاجة كمان، ان خل التفاح بيحتوي على بعض الفيتامينات المهمة للشعر. ولو حضرتك او حضرتك بتعاني برضو من ضمن اهميته ان هو لو في تشابك في الشعر، لا خلي التفاح بيعدي على القصة دي تماما وبيساهم في ازالة هذه المشكلة تماما. بالاضافة ان هو يعني تمنه كمان رخيص مش غالي. طيب انا هستخدمه ازاي؟ هستخدم معلقة كبيرة او معلقتين كبار على 200 ل 300 ملي مية، مرتين في الاسبوع كفاية جدا، وده هيكون كافي. ده كان الفيديو باختصار. اتمنى ان حضراتكم لو جربتوا تقولوا لي النتائج عاملة ازاي مع حضراتكم، وان شاء الله في فيديوهات جاية كتير جدا. وده كان فيديو صغير، ولو يا ريت لو قدرت افيدك بحاجة تعمل لي سبسكرايب في القناة عشان انا بكبر بحضراتكم. السلام عليكم.